لمعرفة الحالة النفسية التي يعيشها مدمني الكوكايين، تقربنا من أحد الأخصائيين النفسيين. الكور تاعو راهو يريكلامي، لازم يعاود يجيب هذيك المادة باش ينفس على روحه، باش ينفس على ذاته. لو كان ما يجيبهاش اوتوماتيكمون ما راحش بروحه يحس بروحه، يولي يحس بروحه مع كل احتراماتي للترم يحس بروحه كي المهبول، ما على بالوش واش راهو يدير، يحس بروحه تايا، يحس بروحه راح يدوخ، يحس بروحه ممكن ممكن يجيوه دي زاليسيناسيون، ممكن يجيوه دي تروك مش ملاح، نتيجة للرغبة المليحة لتناول هذه المادة. فالإدمان على هذه المادة راح يخليه دايما بحاجة مسة لها.